مساء الخير. نهار اليوم تأثرت المملكة بمنخفض جوي خماسيني وهطلت زخات من الأمطار في مختلف المناطق، ووصلت العظمى في عمان 32 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء مغبرة إلى دافئة نسبيا، مع فرصة لهطول زخات أمطار رعدية طينية في أجزاء مختلفة من المملكة، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 21 ورطوبة 68، أما الرياح شرقية. غدا فرصة عشوائية لهطول زخات رعدية من الأمطار فجرا وصباحا في مناطق واسعة، تتركز لاحقا في المناطق الشرقية من المملكة، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 26 وتنخفض بالليل ل 17 درجة. يومي الأحد والاثنين أجواء مستقرة وحارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 25 وبالليل 18 درجة. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 23 وغدا 30، عجلون 21 وغدا 29، جرش 23 وغدا 31 درجة، المفرق 22 وغدا 29، الزرقاء 24 وغدا 30 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 21 وغدا 28، مادبة 22 وغدا 26، مطرم الكعلية احتمال الأمطار 21 وغدا 29 درجة، البحر الميت 29 وغدا أجواء حارة 35، الطفيلة 20 وغدا 26، الكرك 22 وغدا 26 درجة، معان 22 وغدا 26. في العقبة بتسجل درجات الحرارة 27 وغدا 36، نهاية برويشد 24 وغدا 35. أما توصيات الحالة الجوية، الانتباه من حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار ونشوء بعض العواصف الرملية. الانتباه من تدني انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب نشوء بعض العواصف الرملية خاصة على الطرق الصحراوية. والانتباه من شدة وسرعة هبات الرياح، وينصح بتثبيت المقتنيات. إذا ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: زخات من الأمطار الليلة وانخفاض على درجات الحرارة غدا، وطقس غالبا مشمس يوم الأحد. والأخبار: الطقس والمناخ: غطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا مدينة نيويورك بضباب ملوث، مما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء. وخيم الضباب الكثيف ورائحة الحرائق الحادة فوق العاصمة واشنطن، ورفعت حالة التحذير بشأن جودة الهواء في أجزاء من منطقة وسط المحيط الأطلسي من الأحمر إلى الإرجواني. وتسببت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20,000 شخص من منازلهم، وأحرقت أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي في كندا. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكرا مريان.